أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، البداية مع الكاتبة هيفاء زنجنة ومقال لها نشرته صحيفة القدس العربي، تقول: الإعلان عن سرقة القرن ملياري دولار في ظل الحكومة العراقية ومع وجود وزراء للمالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وهو حدث غطى على ظاهرة المظاهرات المليونية والتطبيل لها عن معجم التداول اليومي للساسة، لتبرز على السطح عناوين السرقة التريليونية الكبرى وسرقة القرن الأسطورية كما تصفها الكاتبة، وأكبر سرقة في التاريخ وأكبر قضية فساد وتريليونات الضرائب. فكيف يتم اختفاء مبلغ كهذا بينما تقضي دول أخرى شهورا من المفاوضات تحت قائمة من الشروط وبدعم دول عظمى للحصول على مبلغ أقل بكثير من هذا المبلغ؟ وما هو دور الحكومة ومن هي الجهات كذلك المسؤولة عن هذا الفساد الواضح؟ وكيف سيتم التعامل معها؟ وهل سيكون بالإمكان استعادة المبلغ الخيالي هذا المسروق؟ من المعروف أن العراق يحتل واحدة من المواقع الأدنى بين الدول في مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد، ولا يكاد يمر أسبوع دون الكشف عن فضيحة مالية أو احتيال في العقود الحكومية عن طريق استخدام شركات صورية أو تعيين موظفين وهميين، وسرعان ما يتم تشكيل لجنة تحقيق تؤدي غالباً إلى التغاضي عن هرب المتهمين إلى الخارج، خاصة إذا كان المسؤول الفاسد من حملة جنسية أحد البلدان الأوروبية أو حاصلاً على الإقامة الخاصة برجال الأعمال، وإذا كان صندوق النقد الدولي لا يقدم القروض التسهيلية للحكومات التي تمر بأزمات اقتصادية إلا بعد فرض شروط قاسية كما في تعامله مع تونس، فإن الدول الرئيسة في الصندوق لا تكيل بنفس المكيال لغسيل الأموال لديها، حيث يجد الساسة الهاربون أو من يقدمون أنفسهم كرجال أعمال ملاذاً اقتصادياً آمناً للأموال المهربة في الدول الرئيسة بأقل الشروط. وجواباً على سؤالي عما إذا كان بإمكان العراق استرداد المليارات المنهوبة، فإن إلقاء نظرة واحدة على المتصارعين على المناصب الحكومية حالياً وتدوير ذات الوجوه التي رعت الفساد على مدى 20 عاماً الأخيرة سيعطينا الجواب. يقول الكاتب إياد الدليمي: وبعيداً عن صراع القوتين الشيعيتين، التيار الصدري والإطار التنسيقي، والذي يبدو أنه سيبقى قابلاً للاشتعال في أي لحظة ممكنة، فإن مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تؤكد أن ترشيح السوداني ودعمه اللامحدود من زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، الرجل الذي أثبتت الأيام أنه ما زال قادراً على التحكم بالمشهد السياسي، يمكن أن يشكل انقلاباً في يوم ما على كل الطموحات التي رافقت ثورة تشرين، والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي. ولعل من أبرز تلك الطموحات الابتعاد ولو قليلا عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية التي تشكلت وشكلت معها المشهد العراقي طيلة 19 عاما الماضية. يرتبط نور المالكي في الذاكرة الجمعية العراقية بواحدة من أسوأ مراحل عراق ما بعد 2003، فالرجل الذي قاد البلاد في دورتين انتخابيتين من 2006 إلى 2014 شهدت اختفاء نحو 550 مليار دولار من الخزينة العراقية وتسليم ثلث العراق إلى عناصر تنظيم داعش، ناهيك عن حقبة مليئة بشحن طائفي كان يقوده المالكي بنفسه ومن كل المنابر التي كان يعتليها. رافقت ذلك عملية قمع وحشي لمظاهرات محافظات عراقية سنية وتغييب آلاف من المدنيين العراقيين واحتجاز مثلهم واعتقالهم في مختلف السجون
العلنية منها والسرية، وغيرها فضائع كثيرة لا يتسع المجال لسردها. وتبرز هذه الحقبة السوداوية ونحن نرقب تشكيل حكومة عراقية جديدة يرأسها باطنا وظاهرا شخص محسوب على المالك يأتمر بأمره، ولا مانع لديه من أن يسترجع سيرته في كل خطوة يقدم عليها. في عربي 21 مقال الكاتب أحمد موفق زيدان يقول ويكتب عن الاحتجاجات غير المسبوقة في إيران واحتجاجاتها غير المسبوقة وتوسعها، توسع هذه المظاهرات تشمل معظم المدن الإيرانية الفارسية الأذرية الكردية البلوشية وغيرها من العرقيات الأخرى. أشار هذا التوسع لمرحلة خطيرة وغير مسبوقة واحتجاجات جديدة، حيث كانت الحكومة الإيرانية في السابق تحرص على دمغ الاحتجاجات بلون معين وإلصاقها بعرقية وطائفية معينة أملا منها في حصرها وعزلها عن باقي العرقيات والطوائف الإيرانية الأخرى، مما يسهل التعاطي معها سريعا والقضاء عليها، وهو فعليا ما حدث. لكن دخول العرقيات كلها على خط الثورات والاحتجاجات ودخول المدن الإيرانية معها بما فيها طهران العاصمة وحتى المدن التي كانت حكرا على نظام الملالي كقم وأردبيل وغيرهما دفع الكثيرين إلى القول إن النظام الإيراني لن يقدر على الخروج سالما هذه المرة من هذه الاحتجاجات. العنف والعمل المسلح يبدو هو الساحة والمربع الجديد الذي ستدخله الاحتجاجات الإيرانية، وذلك مع إصرار حكومة الملالي على قمع الاحتجاجات وتزايد اعتقال المتظاهرين الذين وصلت أعدادهم للآلاف، بالإضافة إلى أعداد القتلى المتزايدة التي بلغت المئات، وهو الأمر الذي انعكس برد فعل الإيرانيين المعارضين عبر عمليات عسكرية وتبني عمليات عسكرية، وهو ما يعني بالضرورة تزايد العنف والعنف المضاد. وظهر ذلك بمسعى إيراني حكومي في تصدير الأزمة إلى العراق عبر عمليات عسكرية ضد الأكراد العراقيين وتخطي الحدود من قبل قوات الأمن الإيرانية، لكن ذلك قد يكون له مفعول عكسي، إذ إنه سيوفر الغطاء والمبرر للأكراد في إيران أو في العراق للتعاون فيما بينهم بغية مساعدة الثورة الإيرانية الحالية ودعمها. الإشكالية الأساسية في الثورة الإيرانية الحالية هي أن حدود إيران مفتوحة على دول مضطربة التي قد تكون مرشحة أكثر من غيرها للقفز أملاً في التدخل بشؤون إيران أكثر فأكثر. في الغارديان جاء هذا المقال حول انتخاب نواب حزب المحافظين ريشي سوناك كأول رئيس وزراء لبريطانيا من أصول هندية، وقالت بأنه انتصار لراعي المال والأعمال وتقشف على بقية الشعب، ورأت أن الرموز مهمة، فأصول رئيس الوزراء الجديد كمدير محافظ وقائية توضح سياسته لا أصوله العرقية. وقالت كون رئيس الوزراء البريطاني المقبل يعود إلى أصول هندية هي إشارة تقدم واضحة، لأن حزب المحافظين لا يعرف عن اجتذابه للناخبين غير البيض، لأن كثيرا من نواب المحافظين دعموا سوناك لكي يصبح زعيمهم بحيث انتخب حتى بدون منافسة. وصعوده في عيد الأنوار ديوالي سيكون مصدر فخر لأبناء دينه الهندوس والنظام السياسي البريطاني كذلك. يمكن لحزب المحافظين الزعم وبثقة أن الهوية العرقية لا تمنع من الوصول إلى أعلى المناصب في هذا البلد، وليس لدى حزب العمال المعارض الثقة لكي يزعم هذا، ولكن في السياسة تعتبر الرموز مهمة والصور نفسها لا قوة لها. فقد وصل سوناك الذي يعتبر أصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا إلى السلطة دون أن يقول كيف سيتعامل مع الركود الذي سيلوح في الأفق والتضخم المتفاقم،
كما أن رئيس الوزراء الجديد هو من أثرى النواب في البرلمان، ورغم عدم حصوله على تفويض شعبي فلم يفعل الكثير لكي يطمئن الناس العاديين الخائفين من زيادة الأسعار والفواتير والانتظار الطويل للحصول على موعد في الصحة الوطنية، وحالة الطوارئ حقيقية. لكن سوناك يبدو مصراً على وقف دعم فاتورة الكهرباء لأصحاب البيوت في نيسان أبريل، وهو يعتقد أن تحقيق هدف عشوائي لخفض الدين الوطني العام أهم من إنقاذ الناس من الفقر المدقع، ودون توسيع للخطط المالية وضمانات بشأن الطاقة فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع وسيتعمق الركود. نشر موقع مجلة أتلانتيك مقالاً لتوماس تشارترتون ويليامز الناقد المعروف الناقد الثقافي الأمريكي، ناقش فيه هذا الكاتب الكيفية التي استخدم فيها اليمين الفرنسي المتطرف مقتل فتاة عمرها 12 عاماً في حربه الإثنية القومية وتحت عنوان الجريمة المشهورة. هذا الكاتب أوضح في مقاله القصة الحقيقية في مقتل هذه الفتاة، حيث هزت هذه القصة باريس. قال إنه في 14 من تشرين الأول أكتوبر عثرت الشرطة على جثة فتاة شقراء عمرها 12 عاما اسمها لولا، مطوية في حقيبة بلاستيكية بساحة مشروع سكني تعيش فيه عائلتها بالدائرة 19 من باريس، وتسيدت عملية القتل الصادمة والوحشية هذه الأخبار في فرنسا، وتردد صداها كذلك في معظم قواعد اليمين المتطرف ومنصات التواصل الاجتماعي خارج أوروبا. والسبب هو أن المتهمة الرئيسية بقتلها امرأة جزائرية، وبطرق عدة فقد كان الرد على هذه الجريمة متوقعا. علقت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني المتطرف المرشحة الخاسرة في السباق الرئاسي العام الماضي أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء. مرة أخرى ما كان يجب أن يسمح لمرتكب هذه الجريمة البربرية البقاء في فرنسا، وماذا تنتظرون حتى تتحركوا وتوقفوا عملية الهجرة هذه الخارجة عن السيطرة؟ وطالبت عائلة لولا بعدم تحويل مقتل ابنتها لسلاح سياسي، إلا أن زمور ولوبان والمتعاطفين معهما أصروا على ضرورة شجب إدارة إيمانويل ماكرون وعدم السماح لها بالفرار من المسؤولية عن أزمة الهجرة غير الشرعية، ولديهم نقطة ضد الحكومة. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، حددت السلطات أكثر من 22 ألف مهاجر غير شرعي يجب ترحيلهم منتصف 2021، ولم يغادر منهم إلا أقل من 6% منذ انتخاب ماكرون أول مرة عام 2017. وكما قال الكاتب رافائيل إنتوفين في رده على زمور عبر تغريدة، القتال ضد قتلة الفرنسيين سيكون أقل حيوية لو كانت الضحية مسلماً فرنسياً أسوداً أو كاثوليكياً بولندي. أما الآن أترككم مع متابعة شيقة مع الكاريكاتور. لا يمكن أن الاقتصاد العالمي والأمن والسلم العالمي يتحقق بحالة من الاضطراب في القرن الأفريقي. أين موقع العرب
في ظل هذا التدافع الدولي والإيراني نحو القرن الإفريقي؟ إيران تعيش حالة من العزلة السياسية والعزلة الفكرية في إقليمها وعلى مستوى العالم. إذا لم يتحرك الأمن العربي بشكل جاد ويوحد من استراتيجيته، فإن تداعيات التحرك الإيراني يشكل خطراً على هذا الأمن. رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا الدكتور جلال الدين محمد صالح في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. نقرأ في القدس العربي: شيع عشرات آلاف الفلسطينيين في نابلس يوم أمس الثلاثاء الشهداء الخمسة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة. وانطلق موكب التشيع المهيب وسط غضب عارم وهتافات وطنية وإضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف محافظات الوطن بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة القديمة في نابلس واستهدفت منزلا بالصواريخ وسط اندلاع مواجهات استمرت قرابة 3 ساعات تقريبا، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 23 آخرين برصاص الاحتلال، 5 منهم في حالة خطرة. وعكست مشاهد التشيع أسوة بمشاهد الليلة التي عاشتها المدينة المحاصرة منذ 15 يوما، عكست أكبر حالة توحد جماهيرية وطنية انعكست في المسيرة التي شارك بها عشرات الآلاف من الشبان الغاضبين من عموم قرى وبلدات ومخيمات المدينة. أما شبكة فوكس نيوز الأمريكية تطرقت في تقرير لها إلى صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرجحة إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج منه بناء على آخر ظهور إعلامي له. ونشرت وزارة الدفاع الروسية خلال الأسبوع الماضي مقطع فيديو يظهر بوتين أثناء الإشراف على تدريبات عسكرية برفقة عدد من الجنود. وظهر بوتين في المقطع وهو يمسك ذراع جندي روسي من قوات الاحتياط بيده التي ظهرت عليها علامة واضحة في الوريد. ونشر مراسل لموقع الأخبار الأوكراني كييف بوست جايسون جاي سمارت تغريدة على تويتر تساءل فيها عن صحة الرئيس بوتين، مشيرا إلى أن مقطعي الفيديو اللذين نشرتهما الوزارة الروسية أحدهما به عدة علامات مائية تجعل رؤية يدي بوتين أصعب بكثير، والآخر بدون لقطة من يده الأخرى. أما الآن أترككم مع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية. خيام وأكواب قمامة ومخدرات وأطفال ينبشون نفايات ليأكلوا، المتشردين، وجه أمريكا القبيح البعيد عن الأضواء والمال والذي بإمكانك أن تشاهده فقط على بعد كيلومترات من ناطحة سحاب نيويورك الفارهة. ما القصة؟ طريق الجحيم. عندما بث الصحفي الأمريكي بيني جونسون من هاتفه تلك المشاهد الصادمة من لوس أنجلوس وكتب عليها: ما رأيته صدمني حتى النخاع. لم يكن يتوقع أن ينتشر ذلك الفيديو على تويتر انتشاراً ماري في الهشيم.
ويصدم العالم بالوجه الآخر لأمريكا المليئة بمئات المشردين في الخيام والجياع الباحثين عن الطعام من القمامة وأطنان النفايات والمخدرات المكدسة في شوارع لوس أنجلوس، أو كما يطلق عليها الكثيرون عاصمة المشردين، أين يعيش فيها أكثر من 66,400 متشرد وفق أرقام رسمية سجلت عام 2020، ما يمثل زيادة بنحو 13% مقارنة بعام 2019، فيما أشارت وزارة الإسكان الأمريكية عام 2018 إلى أن أعداد المشردين في نيويورك لوحدها فقط تقدر بنحو 78,067 شخص، كما يتم استقبال نحو 60,000 شخص، من بينهم 21,640 طفلاً يومياً في مراكز إيواء في كبرى مدن الولايات المتحدة. وللشوارع والأرصفة النصيب الأكبر من هذه الأعداد التي لم تقتصر فقط على كبار السن والرجال، بل تمتد للسيدات والشباب وحتى الأطفال القابعين في خيام مصنوعة من القماش أو البلاستيك، يعيشون من التسول والسرقة والنهب ويحتلون شوارع العاصمة المالية الأولى في العالم. رأسمالية متوحشة. جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة، أهمها فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم، ليست وحدها المسؤولة عن تنامي أعداد المتشردين، فللظاهرة أسباب سياسية كما يراها البعض، منها النظام الرأسمالي المتغول الذي يتبعه الاقتصاد الأمريكي منذ عقود، والذي أفرز هوسا ساحقة بين أثريائها وفقرائها نتيجة الجشع وعدم المساواة، ناهيك عن خلقه لمواطن بسيط تثقله الديون وتغرقه تكاليف المعيشة المتضخمة، وبالتالي عدم قدرته على إيجاد مسكن يليق براتبه المحدود في ظل تنامي مافيا العقارات والمساكن المقتنصة لمصائب الأمريكي، خاصة منها العنف المنزلي والمهاجر. إلى اللقاء.